السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة الثالثة من موضوع الكونستراكشن أو البوتبل ووتر نتورك. والنهاردة هنتكلم عن البريكاست تشامبرز أو البريد تشامبرز. البريد تشامبرز بيبقى فيها محابس من قطر 100 لقطر 300. المحابس دي بيبقى اسمها جيت فالف أو سلوز فالف. هنتكلم عنها النهاردة بسرعة، مش هتاخد معانا وقت بإذن الله. المحابس دي إيه أهميتها؟ هنشوف في السكتش اللي جاي ده أهمية المحابس. بص حضرتك كده معايا، ده السكتش اللي كنا بدأنا بيه في المحاضرة الأولانية خالص، وقلنا إنه هيستمر معانا طول ما إحنا بنتكلم عن الكونستراكشن أوف ووتر بايب لاينز من قطر 100 لقطر 300. وقلنا إن ده بيجمع تقريبا كل حاجة ممكن تقابلك في الكونستراكشن أوف ووتر بايب لاينز أو البوتابل ووتر بايب لاينز. ادي السلوز فالف تشامبر اللي موجوده عندنا على الخط. عندنا حاجه اسمها لاين فالف، عندنا حاجه اسمها برانش فالف، عندنا حاجه اسمها كومبايند سلوز فالف تشامبر، او فيها اكتر من محبس. طيب احنا انا هديك الكونسبت بتاع الموضوع، وبعد كده هنكمل في الموضوع بمنتهى البساطه. هتلاقي الامور واضحه تماما، ما فيهاش اي لبس وما فيهاش اي مشاكل بالنسبه لك. السلوز فالف تشامبر ده ايه اهميته؟ اهميته ان هو بيكون موجود، بيتحكم، بيعمل كنترول على اللاين اللي عندي. بمعنى ان انا لو عندي هنا الفالف ده، عندي هنا الفالف ده، عندي هنا اللاين فالف ده، عندي هنا الفالف ده، انا عندي هنا في المنطقه دي انا عايز اعمل شوت داون. يعني ايه شوت داون؟ يعني انا جيت مستقبلا عملت اكستنشن لشبكه قائمه، وحبيت ان انا اربط دلوقتي الشبكه اللي انا عملتها على الشبكه القائمه دي، فانا بضطر ان انا هخش اقطع في الخط ده. طب ينفع اقطع في الخط ده والخط ده بريشرايزد ومليان ميه بالطريقه دي؟ لا طبعا. فانا بعمل ايه؟ انا برفع حاجه اسمها شت داون ريكويست الكهرباء، بطلب من الكهرباء ان هي تقطع الميه عن الجزء ده من الخط علشان اعرف اشتغل. فبتيجي الكهرباء، بيجي الجماعه بتوع الاوبريشن، بيقفلوا لنا الفالف اللي هنا ده ويقفلوا لنا الفالف اللي هنا ده، وبنقدر نعمل الكونكشن بتاعتنا في الجزء ده. او على سبيل المثال ده عندنا اهو خط قائم، ده خط الازرق ده قلنا ده خط اكزيستنج وده خط بروبوزد. فانا لما باجي اربط الخط القائم ده، اربط على الخط القائم ده، ما ينفعش انه انا اربط عليه وهو لايف. لازم ان انا بقطع الميه البريشرايز اللي موجوده على الخط دي، وبعدين بقطع في الخط افضي الميه اللي فيه، وبعدين ابتدي ان انا اشتغل في وسط دراي. طيب ايه اهميه الكلام ده؟ اهميه الكلام ده طبعا انه انا لو كمان حصل عندي ليك في الخط، اصلح الليك ده ازاي؟ ما ينفعش اصلح الليك وانا عندي الخط بريشرايز ومش قادر اتحكم في الميه اللي طالعه. لان الخطوط دي يا جماعه لما بيحصل فيها لا قدر الله ليك، او بيحصل فيها اي حاجه، الترنش بيتعبى في ثواني، وتبص تلاقي الميه طلعت على الشوارع. ف دي اهميه الفالف تشامبرز اللي بتكون موجوده طبعا عند الجانكشنز بين الخطوط، بتبقى موجوده على الخط لاين فالف كده زي ما احنا شايفين هنا في المثال ده، بتبقى موجوده كل مسافه مثلا 150 200 متر حسب الديزاين. لكن ده اهميتها انها بتتحكم في الشبكه اللي موجوده عندي، ان انا بقدر ان انا اتعامل مع الشبكه دي في حاله حدوث اي ليك او اي كسر في الخط لا قدر الله، او ان انا بعمل مينتيننس على الخط، او ان انا بربط على الشبكه القائمه. طيب ايه السيكونس اوف اكتيفيتيز؟ بشتغل ازاي البريكاست تشامبرز دي؟ اول حاجه بعمل فيتنج انستليشن، بعدين بعمل الثراست بلوكس اللي عندي للبادل تحت سلوز فالف زي ما هنشوف في اللوحه اللي جايه وفي الصور اللي معانا. بنعمل هيتش نيك سليف وبولي سلين سليفنج للفيتنج دي بعد ما بنخلص. بعدين بنعمل ال 5 تو 10 اجريجيت سراوندنج، بنعمل حاجه اسمها بي في سي بايب، بنركب البي في سي بايب ديت فوق الفالف، وبعدين بنركب بريكاست رينج وبريكاست يونت، بعدين بنركب السيرفيس بوكس بتاعنا، بعدين بنعمل باك فيلنج او حوالين الكفر سلاب اللي احنا ركبناها دي، وبعدين بنعمل حاجه اسمها ماركر بوست وانديكيتور بليد. ايه اهميه الماركر بوست والانديكيتور بليد؟ دول بيعرفونا الفالف اللي عندي ده فين، لو انه حصل مشكله مستقبلا والسيرفيس بوكس ده اتضرب او حصل في حاجه او اتردم. فبالبريكاست الماركر بوست ده بيكون ظاهر قدامك، والانديكيتور بليد ده بيكون عليه
المكان الفالف فين، بيديك انديكيشن فين مكان الفالف، عشان كده سموه انديكيتور بليت. بعد كده بنعمل كومباكشن حوالين السيرفيس بوكس. بص حضرتك كده معايا، دي اللوحه اللي موجوده عندنا بتاعه الفالف بوكس تشامبر. ادي الفالف، الفالف ده بيبقى فوقيه بي في سي بايب، البي في سي بايب دي بتبقى طالعه للسيرفيس بوكس اللي فوق ده. بمنتهى البساطه تخيل معايا كده ان ده الفالف، وانا الفالف ده انا محتاج ان انا مستقبلا اشغله. طب انا هشغله ازاي؟ بشغله بحاجه اسمها اكستنشن سبندل. الاكستنشن سبندل ده بيجي بيفتح السيرفيس بوكس ده كده من فوق، ويمد السبندل ده كده، ويبتدي ان هو يلف، يفتح الفالف او يقفل الفالف، وبعدين يشيل السبندل بعد ما يخلص شغل. دي فكرته بمنتهى البساطه. طيب عشان ندخل في الموضوع، سواء انا عندي فالف او اتنين فالف او تلاته فالف، ايه الكونسبت اللي انا ببقى شغال بيه، او ايه الطريقه اللي انا ببقى شغال بيها انه الفالف بتاعي يكون اعرف اصينه؟ اعرف اصينه يعني ايه؟ يعني بركب له حاجه فليكسبل فيتنج، بعرف ان انا افكها واركبها. زي ايه؟ زي الفلانج ادابتور. زي ايه تاني؟ زي الديسمانتلنج جوينت. طب ايه الفلانج ادابتور ده، او ايه الديسمانتلنج جوينت دي؟ احنا قلنا في السيشن الاولانيه خالص، لو رجعت لاخر تلت ساعه في السيشن الاولانيه هتلاقيني عملت لك جزء للفيتنجز، ايه كل فيتنج، والفيتنج دي بتبقى شكلها عامل ازاي، وبتركب ازاي، وبتركب ليه. بعد كده بعد الفلانج ادابتور بنعمل حاجه اسمها بادي الفلانج. ايه البادي الفلانج دي؟ البادي الفلانج دي قلنا اللي بتاخد السيرج فورس. لما بنيجي نقفل الفالف بيحصل رده في الميه اللي موجوده عندي في الخط. الرده اللي موجوده عندي في الخط دي ما ينفعش ان هي تسيبها كده منها للبايبس، لانها ممكن تخلع البايبس. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحط ثراست بلوك على البادل ده، وبتكون من الناحيه الثانيه ممسوكه يا اما بتي، او ممسوكه بايه؟ ببادل تاني لو انا بنتكلم على لاين فالف. فبمنتهى البساطه، اذا انا عندي فالف لازم يتوفر الحاجتين دول، او الثلاث حاجات دول. ايه الثلاث حاجات دول؟ ان انا يكون عندي فيتنج بتخليني ماسكه في المحبس، بتخليني اعرف افك المحبس وارجع اربطه تاني لزوم الصيانه، وعندي البادي الفلانج اللي انا حاطط فيها ثراست بلوك من ناحيه واحده، ومن الناحيه الثانيه تي لو الخط ده برانش فالف، او من الناحيتين بادي الفلانج لو انا عندي ده لاين فالف. خلينا نشوف مع بعض صور عشان تقرب لنا الصوره بشكل ابسط واسرع. بص حضرتك كده معايا، ده التي، وادي الفالف، بعديه فلانج ادابتور، بعديه البادي الفلانج، وادي الثراست بلوك هنا، وادي الثراست بلوك هنا. طيب في حاجه بيقول لك ان انت لما تيجي تركب الفالف دي، حته تكنيكال كده خدها معايا على الماشي، انك انت لازم تتاكد ان الفلانج راكبه مظبوط. يعني ايه الفلانج راكبه مظبوط؟ يعني المحبس الفلانج بتاعته راكبه هوريزونتال مع الفيتنج اللي جنبه. تبص تحطهم على ميزان ميه كده تلاقيهم كلهم هوريزونتال. طب ليه ده هيفيدني بايه؟ ده هيفيدني ان الفالف السبندل بتاعه او الكاب بتاعه ده يبقى طالع فيرتيكال. طب ليه انا محتاجه ليه فيرتيكال؟ عشان انا لما اجي اركب السبندل ده اعرف بسهوله ان انا اركب السبندل واقفل المحبس او افتح المحبس. وصلت؟ فانا لو عندي الفيتنج دي من البدايه وانا بركب الفالف ركب مايل كده، لما حاجه اركب الفالف، لما اجي انزل السبندل كده مش هيركب معايا، وبالتالي انا كده هضطر ان انا اعيد الشغل كله من البدايه. فدي حاجة مهمة جدا فنية، فلازم تاخد بالك منها وانت بتركب او انت بتستلم الخط، انه الفالف راكب مظبوط عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده في التشغيل. بص كده حضرتك معايا، ادي بردك مثال تاني، ادي الفالف عندي، ادي فلانج ادابتور، ادي البادل فلانج، ادي ثراست بلوك، ادي ثراست بلوك. طيب حاجة لاين فالف، ادي الفالف، ادي فلانج ادابتور، ادي بادل فلانج، ادي بادل فلانج، ثراست بلوك، ثراست بلوك. فكرتها بسيطة جدا جدا جدا، والكهرباء كانت لحد من 5 سنين بس كانت بتستخدم السيستم ده على المواسير او المحابس اقطار 100 و150 بس. لكن لما جاء اغلب المقاولين بدأوا يشتغلوا في قلب البلد، فلقوا انه في مرافق كتير جدا ما تسمحش ان هم يعملوا الاقطار 200 و300 دي في كاستن سيتو تشامبر، او غرف محابس كبيره. فبداوا يعملوا بروبوزلز ان هم يشتغلوا الفالف دي بارد تشامبر، علشان نتيجه للمرافق اللي موجوده بطريقه عنيفه في قلب المدينه.
واتعمل الموضوع واتعمم بعدها بفتره انه بقى ب 100، ال 100 وال 150 وال 200 وال 300 بيتعملوا بارد تشامبر، لان دي غالبا الخطوط دي بتكون ديستريبيوشن، فهي اللي بتبقى موجوده جوه البلد. واتعملت الخطوط ال 400 و 600 و 900، هي اللي بتبقى في كاستن سيتو تشامبرز، لان دي بتبقى بره البلد او في خطوط مين او ميجور كبيره، فدي غالبا الكوريدور بتاعها بيسمح ان احنا نقدر نشتغل التشامبرز دي. طيب ده مثلا ادي ادي غرفه تانية، ادي بص حضرتك المحبس، فلانج ادابتور، بادل فلانج، محبس، فلانج ادابتور، بادل فلانج، وادي البادل فلانج اللي على الناحيه التانية، وادي محبس هنا بس هو مش باين، هو بره ثراست لوك، ادي الادابتور بتاعه، وادي البادل فلانج، ادي ثراست لوك، ثراست لوك، ثراست لوك، وادي البي في سي بايب اللي بقول لك عليها اللي هينزل منها بتاع الاوبريشن مستقبلا السبندل بتاعه علشان يفتح الفالف او يقفل الفالف. طيب دي ايه دي؟ دي البري كاست يونت. البري كاست يونت دي بتركب هنا كده على على البايب دي بعد ما بيتعمل السراوند، وبعدين بيتركب عليها اليونت دي وبيركب معاها السيرفيس بوكس زي ما احنا شايفين كده، وبعدين بيبتدي ان هو يردم حوالين الفالف زي ما احنا شايفين كده. ادي الماركينج طبعا بتاع الفالف مكتوب عليه ستوز فالف، مكتوب عليه كهرباء. وادي طبعا ده الوضع ده زي ما احنا شايفين هنا كده، ده في الاماكن اللي انا عندي فيها فيوتشر رود ليفل معلوم. فيوتشر رود ليفل المعلوم احنا بيبقى عندنا غالبا طبعا الفالف بيكون في الفيرج زي ما قلنا قبل كده. طب الفيرج ده الليفل بتاع الانترلوك فيه بيكون ايه؟ بيكون الفينش رود ليفل، الطريق اللي عندي زائد 150 مللي. ال 150 مللي دي اللي هي ارتفاع الكيرب ستون اللي عندي او الانترلوك اللي موجود عندي. فانا لما باجي اعمل الفينش بتاعي على السيرفس بوكس ده انا بعمله بالطريقه دي، بعمله وبعمل الميول كده بالطريقه دي بالباك فيلنج كده، بحيث ان هو لما يجي مستقبلا يعمل الرود او يجي مستقبلا يعمل الانترلوك يبقى فلاش مع السيرفس بوكس ليفل اللي عندي. طيب ادي ادي الماركر بوست اللي عندي، وادي الباكنج بليت. ايه الباكنج بليت ده؟ اللي بيبقى ورا الانديكيتور بليت اللي هنشوفه هنا، ده الانديكيتور بليت. الانديكيتور بليت ده زي ما احنا شايفين كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ده خط ميه وده سلوز فالف قطر 100 وموجود على بعد 90 سنتي لو مشيت في الاتجاه ده. هو ده يعني لو مشينا في اتجاه 90 سنتي في الاتجاه ده هنلاقي المحبس موجود هنا. وبكده نكون خلصنا السيشن بتاع النهارده، السيشن البسيط ده، واتمنى يكون الموضوع بسيط وسهل وواضح للجميع، ومشكوركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.